ست دعاء، السلام عليكم. ست دعاء ايوه مع حضرتك. اتفضلي اسمعيني من التليفون لو تكرمتي. تمام انا سامعك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا والدي اتوفى السنه اللي فاتت في رمضان، رحمة الله عليه. وكان صايم ساعة الفجر ومات طيب من غير ما يتعب، ما تعذبش في الدنيا. تمام. بس في حاجة وظهرت عليه حسن الخاتمة، وكان مبطون طيب يعني مات شهيد، طيب بس ما كانش بيصلي دايما، يعني كان بيصلي قليل قوي. طيب حاضر. طيب طيب وتاني حاجة بيجيلي في الأحلام إن هو في مكان حلو وبيطمني وبيقول لي أنا موجود، طيب وأنا بقالي سنة مش متقبلة عدم وجوده، طيب بالذات إن أنا كنت متعلقة فيه. أنا أعمل إيه وأطمن عليه إزاي؟ لأن حضرتك بتقول إن تارك الصلاة بيتعذب تقريبا، فطب هو إزاي كده وربنا رزقه بحسن الخاتمة، وإزاي هيتعذب لدرجة إن هو ما شاء الله في الغسل كان أبيض وجميل وما بانش عليه علامات الكبر، التجاعيد اللي في وشه كانت حتى راحت. طيب حاضر 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 حاضر. ست دعاء، أولا رحم الله أباك رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتي، ومهما قلت لتتقبلي وفاة أبيك لن أستطيع أن أتكلم، فالأب هو السند، والأب هو الأمان، والأب هو الركن الركين، والرب هو والأب هو المعتمد. الأب رب، ومن لا أب له لا رب له في الدنيا. نعم أنا لا أنكر الله سبحانه وتعالى، ولكن أفكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمه قال أنا رب الإبل أما البيت فله رب يحميه، فهو الذي يشعرنا بالأمان. أطال الله عمر آبائنا وأحسن أعمالهم ورحم الله من مات. عزائي ليكي إن أبوك ما كانش تارك الصلاة بالكلية، وإن كان متهاونا فيها فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولكن يا ريت كل واحد سمعني وسمع دعاء يلحق نفسه. أنت دلوقتي على قيد الحياة، تستطيع أن ترحم نفسك بنفسك ولا تنتظر رحمة أحد، تستطيع أن تقدم لنفسك عملا تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما تستناش عمل جاي لك من حد. الأحلام لا يؤخذ منها شيء إلا أننا نستبشر خير، ونسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا وله، وأن يختم لنا بحسن الخواتيم.